السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير. موضوع جميل إن شاء الله وبسيط وقصير جدا، اللي هو الخشوع في الصلاة. كثير من الناس يصلي يقول والله ما أذكر وش قلت، أو ما أدري وش قال الإمام، ما أدري وش صليت. وأكثرهم لو صلى الوحدة يعني ممكن يسجد للسهو أو يزيد ركعة أو ينقص ركعة، وهذا كله بسبب إيش؟ أولا عدم حضور القلب. موضوع الخشوع حقيقة يا جماعة مو هو موضوع بسيط، يعني حتى الواحد يستاهل فيه. لهذا في حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني يصليان الرجلان أو يصلي الرجلان بينهما، يعني بين الفرق بين صلاتهم كما بين السماء والأرض. وكذلك في الحديث اللي ترمى صلاته بوجهه الذي لا يعقلها، والله عز وجل يمتدح المؤمنين، من هم المؤمنين اللي يمتدحهم الله؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن ما هذا؟ كيف نحصل على هذا الخشوع؟ أول الأسباب حضور القلب. كيف أنا أحضر قلبي؟ أول شيء أعتمد وذكر نفسي إني سأقف أمام جبار السماوات والأرض. أنت الآن لو يقول لك ستدخل على وزير، يمكن تعدل ذوبك وتعدل ولعت تتحرك وتوقف كالعصا. ولو قال لك تبدأ تدخل على خادم الحرمين الشريفين، والله يمكن ما تنام وتظل واقف البكرة. كيف لما تدخل تقف أمام جبار السماوات والأرض؟ هذا أنت لما تقول الله أكبر رفعت الحجب، وقفت أمام الله عز وجل. استحضر أول شيء عظمة اللي أنت واقف قدامه. ثاني شيء استحضر حاجتك لله عز وجل، وحاجتك للدعاء، وحاجتك لهذا. أنت حاجتك للصلاة، أنت إيش تحتاج من هذه الصلاة؟ تحتاج توفيق، تحتاج نجاح، تحتاج غفر ذنوب، تحتاج ستر عيوب، تحتاج جنة، ترجو أن الله يبعدك عن النار. هذا كله تقوله في صلاتك. إذا كان حاضر قلبك لهذه الصلاة ولأهمية هذه الصلاة ولفضل هذه الصلاة ستخشع. الحاجة الثانية، بعض العلم يقول الصلاة قبل الفريضة تساعد على الخشوع. يعني مثلا أذان الفجر أصلي ركعتين في البيت قبل أروح المسجد، حتى لو دخلت المسجد أصلي ركعتين قبل لا أصلي. هذا يقولون بعض أهل العلم أنه يعني يأتي بالخشوع. كذلك الدعاء، اللهم اجعلني من الخاشعين، أو كذلك قبلها تعوذ من الشيطان. كذلك الإكثار من الأدعية في السجود وفي الركوع، استحضار معنى سبحان ربي العظيم، من العظيم. استحضر هذا الكلام، مو سبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بعض الناس أنا بجنبي يصلي سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما أدري شنو يقول. لا يا أخي، يقول سبحان ربي العظيم، واستحضر عظمة الله عز وجل. كذلك إذا كان الإمام يقرأ أتابع ما يقرأ وأحاول أفهم ما يقرأ. وكذلك أتذكر لما أقرأ أنا الفاتحة أني أناجي الله عز وجل. لما تقول الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، عبدي يناجيك الله عز وجل. فلذلك استحضر أنك تناجي الله. كذلك استحضر الأدعية، لا يكون دعائك واحد ومكرر، راح حاول أنك تنوع بالأدعية. التنويع بالأدعية يخليك يعني مثل الحين السجدة هذه أنا أدعو بالمغفرة، السجدة أدعو لوالدي، ما أستمر على نفس الدعوة، أدعو بالحفظ، أدعو باليقين، أدعو أن الله يزيدني علما، أدعو أن الله يزيدني محبة، أن الله يوفقني للحج، الله يوفقني للطاعة. أدعو أدعية مختلفة. حالك الأذكار في الصلاة أزيد فيها، أطيل فيها، أركز فيها. كذا أحضر قلبي، حاول أن يكون مع الصلاة. إن جاني شيء أستعوذ، لأن أكثر الناس لما تبدأ الصلاة إذا كان عنده بني تلقى دخل في البلك والسمنت والحديد، وبعضهم دخل عنده حلال دخل سرح وورد وصدر. ليش؟ لأن القلب مشغول بشيء عنده مهم ما أهم من الصلاة. لكن لو أنك جعلت همك في الصلاة بإذن الله راح ينزل عليك الخشوع. كذلك متابعة الإمام إيش يقول، وش معنى كلامه، وش معنى الآية هذه. حتى لو الآية اللي احرص على القرآن اللي أنت تعرفه، إذا تقرأ دائما اللي أنت تعرف معناه، وإذا كنت تحفظ شيء وما تعرف معناه بحث معناه حتى تستحضر هذا الكلام لما تقرأه في صلاتك. أسأل الله يجعلنا وإياكم من الخاشعين.